تسوي يا سود؟ لا يا سود، انا وعدتك ما فيش حدا حيقرا ولا حيشوف. خد ورا التاني يا تلاتة، ما تخافش ما تخافش يا سود، ما تخافش. خلص انا هاخد ورقة وبس، انا هاخد ورقتي. لا خد تلاتة وخلاص، خد تلاتة وخلاص. يا سود انت اخطأت لانك اتبعت كلام الشيطان وهو الاساس في كل هذه المشكلة، وايضا نتج على هذه المشكلة كبيرة نمو المشاكل بين والديك، وهذه مشكلة ايضا عظيمة وكبيرة لا يحق لك ان يعني تفعلها يعني بهذه الطريقة، وايضا لم تعرف مساوئ السرقة وعواقبها لانها تؤدي الى النار. وايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وايضا لو كنت في بلاد السعودية الان لقطعوا يدك. وايضا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما رأيك فيما فعله السود؟ خطأ لأنه السارق والسارقة يقطعوا أيديهم. يما يعني لازم تنقطع ايدي يا أسماء؟ لازم تنقطع ايدي؟ ايه؟ لازم انك تقطع ايدي يعني انت؟ نعم، لأن الرسول قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني لو سرقت لكن قطعت ايدها صح؟ لا. طب يا عمو انت عمرتيش يعني وانت صغيرة سرقتي ولا شكل ولا حاجة ولا اشي؟ لا، لان الله سيفني. طيب يا نور في رأيك نقطع يد السود الان؟ لا لا انا يا سراء، لا اذا سراء اذا سراء تاب وشكر الله واستغفر انه ما يعدهاش تاني خلص. الحمد لله. طيب اذا ما قطعنا له يده هل نقطع له اذنه؟ لا لا لا